يمكن انا مظبوط اول مخرجه فلسطينيه ومن اوائل او فيك نقول اول ست حملت كاميرا كمان، كان في تحدي مش سهل. تعلمت كتير من الافلام اللي عملتها وبنيت علاقات وحتى هويتي كانسانه، يعني الأفلام اللي عملتها شكلت هويتي. كل الأفلام اللي صورتها كانت بظروف صعبة، يعني أول فيلم صورته كان ب 82 يلي هو تزامن مع اجتياح الإسرائيلي للبنان وحصار بيروت، كان المود موجود باستمرار، نحن ما عندنا خيار آخر أصلاً غير إنه نستمر ونقاوم. ونحن يعني أنا محظوظة بعتبر حالي إنه عندي فن بقدر قاوم من خلاله. أكيد الثلاثية اللي عملتها مع الأطفال من أقرب الأفلام لقلبي، لأنه حلو الشغل مع الأطفال، ضليتني على علاقة معهم، كبروا وتعلموا، وكمان كان في مثل شرط من خلال الأفلام إنه يقدروا يكملوا تعليمهم. بفتخر إنه في كتير نساء صار مخرجات بالعالم العربي وبفلسطين بالتحديد، في عدد كبير، صرنا تقريبا 50% من الأفلام. أكيد عندي التزام بقضايا الناس، إنسان العربي وبالتحديد الإنسان الفلسطيني، لأني هذا واقع أنا عشته، أنا فلسطينية. السينما الفلسطينية بمرحلة نهوض هلأ، في تجارب كتير غنية، مع أنه نحن ما عنا صناعة أبدا، ما في دعم، ما في صندوق دعم فلسطيني، بس بالرغم من هيك في أفلام عم تطلع. وبالنهاية السينما نوع من كتابة التاريخ، التاريخ اللي مش مكتوب، على القليل بالثقافة عم نقدر نرجع نبني فلسطين.